حلوين، عاملين ايه؟ معاكم ميار. النهارده الفيديو هيكون عن اللوك ده، لوك بسيط وما فيهوش اي حاجه، وفعلا استخدمت فيه 3 فرش بس. لو عايزه تعرفي اللوك ده اتعمل ازاي وايه هي الخطوات بتاعته، كملي بقيه الفيديو. نبدا بقى نحط ميك اب. طبعا زي ما احنا متعودين انا عامله حواجبي اوف كاميرا. لو عايزين تعرفوا انا بعمل حواجبي ازاي هحط لكم طريقه رسمي يعني الحواجب في الاي اللي هتطلع هنا او هنا حسب يعني تطلع فين. بس نبتدي بقى العين وبعد كده ندخل على الوش. اول حاجه هاخد لون ترانزيشن من انستازيا، اللون ده اسمه بوم فريسكو. ده طبعا الباليت انا حفراها من كتر ما انا بستخدمها، هاخد كده كمية حلوة وهبتدي احط في الكسرة. واسحب على بره. بعد كده بعد ما اخلص اللون الانتقالي، هو مش باين في الكاميرا عشان انا الموبايل عندي بيفتح الالوان قوي، هدخل بقى على اغمق شويه اللون. هاخد لون بيربل كده شويه على احمر من بلد انستازيا اسمه ريد اوكر، هحطه برضو في اللون يعني تحت اللون الترانزيشن كده علشان اغمق اللون شوية، يبقى اللون متدرج. بس طبعا كل ما بنغمق الالوان بنصغر الفرشة، فانا هحطه بفرشة زي كده، هحطه بعد كده هدمجه. يعني انا هشوف انا عايزة احطه فين وبعد كده هدمجه، هحطه على الكاسة. ده اللي قدام اخليه على الاوتر كورنر بس. وبعد كده هرجع لك. اهو همدها لقدام يعني. نظبط القرارات ونشتغل عليه. انا بحط اللون كده في المكان اللي انا عايزاه يبقى فيه وبدمج على فوق علشان انا عايزه الالوان تبقى متدرجه، وبحط على خفيف قوي. يعني انا مش عايزه اللون يبقى احمر احمر، لا انا عايزاه يبقى بينك كده خفيف. انا خايفه تكون الكاميرا مش بتصور. انا الموبايل بقى عامل لي بابا. كنت بعمل لوكات كتير جدا واصورها وبعد كده اجي اتفاجئ مثلا عايزه اطلع بقى الفيديو من على الموبايل على اللابتوب عشان اعمل له ايديت بقى وكده، بتفاجئ ان الفيديوز مش موجوده اصلا وموبايلي بيمسح الفيديوهات بعد ما اكون خلصت اللوك وخلاص اللي هو اللوك اتعمل. فانا عايزه انزله بقى على اليوتيوب، بتفاجئ ان الموبايل مسح الفيديوز فبتضايق بقى اللي هو خلاص ما بيبقاش قدامي بقى غير اني انزل الصور، واكيد مش هنزل لكم سلايد شو بقى على اليوتيوب. يعني انا عايزاكم تشوفوا الخطوات وكده، فبتضايق قوي. فبضطر بقى الحاجه الوحيده اللي بتهون عليا شويه اني انا بنزل لكم بقى صور كتير 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 على الانستجرام. لو اللي مش متابعني على الانستجرام هنزل لكم الانستجرام هنا، روحوا تابعوني. يعني الاكونت سوري اللي يعني اللي تشانل هنا عليها 1090 سبسكرايبر، انتوا ليه مش عندي على الانستجرام؟ بجد روحوا تابعوني.
بس فبفضل بقى اللي هو بقرف حرفيا، بقرف الناس اللي عندي على الانستجرام، بفضل انزل في اللوك كتير 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 على قد ما انا متضايقه ان هو اتمسح. بس الحاجه الوحيده اللي بتصبرني اللي هو خلاص بقى هنعمل ايه، اتليست معايا صور يعني. بس والناحيه التانية برضو هعمل نفس الموضوع. انا كده بالنسبه لي الوان متدرجه بيرفكت، هعمل نفس الموضوع في العين التانية. على فكره انا كل ده شغاله في ورشه واحده، اللي هي البراش اللي جايه مع انستازيا اللي هي في من ناحيتين، دي ناحيه بدمج بيها ودي الناحيه دي لو عايزه اخلي اللون يبقى قوي فبصغر الفرشه وبحطه في الجزء اللي انا عايزاه وبدمج بدي، علشان الناس اللي ما عندهاش فرش كتير اللوك ده يعني تقريبا مش هستخدم غير فرشه او فرشتين وهيبقى برضو نظيف و هتشوفوا النتيجة. بين الناس اللي بتبقى عايزة تعمل لوكات وكده وبتقول لا انا مش هيبقى عندي فرش ولازم يبقى عندي فرش كتير وكده، لا مش لازم، انا عندي فرش كتير وبلاقي نفسي ما بستخدمتش غير 3 او 4 فرش بس بالكتير. واللوك ده انا بقول لكم انا متعمدة اصلا ان انا استخدم فرشة او فرشتين علشان ما توقفوش نفسكم، يعني اللي عندها فرشة واحدة حلوة بالشكل ده اللي هو تكون فرشة دمج وفرشة مثلا زي كده تكون اصغر دمج اصغر، علشان بس ايه تقوي اللون وبس. ما عندكيش اتعاملي، انا قبل ما اجيب الفرش دي كلها كنت بدمج بالفرشة دي. الفرشة دي مش عارفة اقول لكم الحكاية دي ولا لأ، هقولها لكم. الفرشة دي اول فرشة جبتها في حياتي، تخيلوا كانت بكام. كام الفرشة دي؟ كانت بخمسة جنيه. انا دلوقتي مصدوم لاني الفيديو اللي انا كنت بصور فيه بقى يعني في العين وكده الموبايل مسحه، يعني فجأة الكاميرا بتاعت الموبايل فصلت والفيديو فين مش موجود حتى في الجاليري، يعني هو اتمسح وما اتحفظش في الجاليري. فانا هقول لكم كده، معلش حقكم عليا، فانا هقول لكم كده انا عملت ايه. طبعا يعني الفيديو وصل لحد ان انا حطيت ان اللون ده ك ترانزيشن كولر واللون ده غمقت بيه درجت بيه باقي الالوان. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ اخدت اللون ده من باليت كوستل سنت، اللون الموف ده، الموف الغامق ده، حطيته في الاوتر كورنر ودمجته. وبعد كده اخدت اللون من الباليت المجهولة الهوية دي اللي هو موف على ازرق برضو كده وبرضو دمجته. وبعد كده كل ده في الاوتر كورنر. بعد كده اخدت اللون فاتح من كونسيلر كريلان وحطيته في الكات، يعني رسمت بيه الكات كريز. وبعد كده اللون اللي هو الفضي ده، مش فضي يعني، هو ميتاليك موف ميتاليك من باليت كوستل سنت برضو، لون شيمر، لون لايلك كده. اللون ده اخدته وبفلات برش زي كده وطبطبت بيه، مش طبطبت يعني مسحت، يعني اخدت اللون كده والكونسيلر لسه طري من غير ما احط على الكونسيلر باودر او اي حاجه، وبقيت امسح اللون كده. يعني بصوا مثلا الحته دي فيها كونسيلر، لما هحط عليها اللون بصوا هتبقى قويه ازاي. بصوا غير اللون ده، فده اللي انا عملته، يعني حطيته على الكونسيلر دايركت من غير ما احط على الكونسيلر باودر او اي حاجه عشان اللون يبقى رائع. فنكمل باقي اللوك. ويا رب يا رب يا رب الموبايل ما يعمل الحركه دي تاني، علشان الموبايل لو عمل معايا كده تاني فانا هضطر ان انا اوقف تصوير الفتره دي لحد ما اجيب موبايل جديد. ف فينجر كروس، ادعوا لي. بس فنكمل بقى. بعد كده مفروض العين كده كلها خلصت، هنعمل ايه بقى؟ هناخد ايلاينر، اي ايلاينر، كحل، اي حاجة، وهنحط على خط الرموش. مش هنعمل ايلاينر، احنا هنحط هنسود بس خط الرموش ده. ايه ده؟ وهنسود بس خط الرموش. معلش ما تاخدوش عليا الفترة دي علشان انا حرفيا انا بحاول اتمالك اعصابي، علشان ده مش اول فيديو يتمسح. انا في فيديوهات كنت بصورها كاملة كاملة
واتفاجأ ان الفيديو كامل مش موجود، فالحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. الحمد لله. هحط على خط الرموش كده، هزود خط الرموش بمعنى اصح. يلا وش النور يشتغل عشان يبقى فيديو باظ من كله يعني. جيراننا سايبين اليوم كله وجايين يشتغلوا بالشنيور دلوقتي. يا مش مشكلة، انا مش هتعصب ولا هضايق نفسي وهكمل اللوك. وبعد كده هركب الرموش. مش عارفه هركب رموش ايه الحقيقه. في الرموش دي من ميمي لاشز، وفي دي من الرمش التاني راح فين. ضاع بقى، ما بالمر يعني بالمر الرمش دي ايه ده، الرمش ده يعني. ننضف الرموش وننضفها بدوافر عشان كده. الرموش بتتنضف كده. ننضف الناحية التانية. عايزه بس ابص عشان ايه يعني ما تاخدنيش الجلاله قوي، واقوم بدل ما امسك ال ال الجلو او ماسكه الرمش او مقطع الرمش بالمره بقى بالمره. كده الرموش بقت نظيفه وحلوة وقمر وما فيهاش جلو خالص. بس الجلو اللي انا بستخدمه بستخدم اردن، وفي نوع تاني اللي هو بتاع ميمي لاشز، بس ميمي لاشز قوي قوي يعني، عايز مناسبة يعني. انا بصراحة لما بعمل لوكات في البيت ما بحبش احطه لاني مش محتاجة القوة دي على عيني يعني، فبحطه في المناسبات. هحط هنا، ده تكنيك جديد لسه متعلمه. انا دايما كنت بحط اللزق على الرموش دايركت زي ما انتوا عارفين، فشفت حد كان بيحط الرموش كده وبياخدها بصباعه كده ويحط على الرموش. فليه لا نجرب يعني التكنيك الجديد ونشوف ايه اللي هيحصل. نجرب. كمان ده هيخلي، اعتقد يعني اعتقد انه هيخلي الرموش ما يبقاش عليها كمية لزق كتير فيطلع فوق بقى ويبقى شكل الجفن مش لطيف. انا دي اول مرة اجرب الطريقة دي معاكم، ف منشوف. ناخد الرموش التانية وناخد بصبعنا كده.
بس مستنى بقى الرموش تنشف. نمسح بس ايدينا عشان ما نلحوس الدنيا. انا عجبتني الطريقه دي، حلوه قوي. الرموش ما عليهاش كميه جلو كتيره فلزقت بسرعه، وفي نفس الوقت لزقت في المكان اللي انا عايزاه. لا حلوه حلوه الطريقه دي. وكمان منجزه، يعني انا الاول لما كنت بحط الرموش اللزق على الرموش دايركت على طول كنت بحط كميه كتيره، فده كان بيخليني ان انا استنى وقت اطول علشان الرموش تبقى ستيكي عشان اعرف الزقها على عينيا. لكن دي مش محتاجه لان انا حطيت كميه قليله، فهي لزقت في المكان اللي انا حطيتها فيه، وفي نفس الوقت ما استنيتش كتير. اللي هو انا يدوبك حطيت اللزق على الرمش ده وسبته شويه، عبال ما حطيت على اللزق التاني كان الرمش ده لزقت الرمش ده، كان الرمش ده بقى استيكي وحطيته. لا بجد الطريقه دي تحفه. انا هسيبهم بقى شويه، وبعد ما يبتدي بعد ما يبتدوا يلزقوا اكتر هبتدي بقى اظبطهم، اشوف هرفعهم ازاي وهعملهم ازاي. ده بس هما لسه ايه كده، الزقهم في الرموش الاصليه. لا يا جماعه الطريقه دي تحفه والله العظيم. اعمل وشي، احط الفاونديشن والكونتور وكل حاجه. طبعا هنسكيب المرحله دي علشان انا كنت عامله فيديوهات كتيره قوي from A to Z، من اول البرايمر لحد الفاونديشن لحد الاي شادو لحد ما اخلص. فعشان الوقت الفيديو ما يبقاش 9 سنين فهروح اعمل الفاونديشن والكونتور والكونسيلر وكل الحاجات دي، وبعد كده ارجع نعمل بقى العين من تحت ونحط بقى الفاينل تاتشز وكده، ونقفل الفيديو قبل ما الكاميرا تفصل. باي باي. وكده انا خلصت الميك اب بتاع وشي، كونتور، فاونديشن، برونزر. لسه ما حطيتش البلاش علشان انا مش عايزه احط البلاش غير بعد ما احط اللون بتاع الروج علشان ما افورش، يعني عشان عين تقيله ومش عايزه بقى يبقى ده تقيل وده تقيل وده تقيل. بس هنشتغل بقى في العين، العين يعني من تحت. فانا مش عارفه احط كحل اسود ولا اخليها مموهة كده، بس انا بقالي كتير قوي على الشانل بحط كحل، بس كحل ابيض من جوه. فممكن احط كحل اسود كنوع من انواع التغيير. هنحط كحل اسود ليه بقى. الكحل اللي انا بستخدمه وبحبه جدا 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 هو بورجوا، بس يا رب الاقيه. ده سيكات. الروج انا مش عارفه احط روج ايه، او ممكن احط روج كشمير وافتحه شويه، يعني نشوف اللون هيطلع معانا ايه. انا حطيت اللون الروج ده، بس مش عارفه حاسه ان انا عايزه افتحه شويه، فممكن اخد كونسيلر وبصوابعي كده احطه في النص.
بس مش عارفه بقى احط الحركه اللي انا بعملها دي. احط روج احمر في النص. انا مزبزبه قوي الفيديو ده. تحفه. زودت بس عملت حركه كده بسيطه اللي هي الحركه اللي انا قايله لكم عليها من فيديو قديم قبل كده. بعد ما بحط الروج باخد اي لون احمر. اصلا الروج ده مجهول الهويه اصلا حاجه اسمها ايه. تيك ليبستيك لون 411 ما اعرفش البراند ايه اصلا وملوش غطا. بحطه بس ايه في نص الشفايف كده عشان يديني اللوك ده. ما بعتمدش هايلايترات يعني انا كميار مش بعتمد هايلايترات. فبعمل ايه؟ باخد من باليت انستازيا او من باليت كوستال سينت. بس مؤخرا انا في لون عاجبني قوي 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 من باليت كوستال سينت وده انا الفتره دي معتمداه كهايلايتر. هو اللون ده هو لون على روز جولد كده لون فظيع فظيع. هقول كلمه ثانيه ايه نعلي من كده. انتوا شايفين البيجمنت بتاعه اصلا عامل ازاي؟ دي والله العظيم انا فحتاها معايا هايلايتر اي شادو. احيانا بستخدمها كروج ما تقولوش ازاي. يعني في اللوك بتاع بيني وايز اللي مش عندي على الانستجرام روحوا شوفوا اللوك. اللون الاحمر اصلا اللي على شفايفي ده مش روج. ده كان اي شادو وانا مكسته كده بميه وحطيته على شفايفي. والله العظيم فضل ثابت انا مش عارفه اصلا اشيله من بقي. فالباليت دي تحفه. نكمل بقى. بس كده. ونحط ماسكارا. وفي اللوك ده اهتموا اهتموا اهتموا. انا في كل اللوك بقول كده بس انا بحب الماسكارا في الرموش اللي تحت. رموشنا اللي فوق كده كده احنا بنحط اي لاشز فمش فارق اصلا انت تحطي ماسكارا. واصلا ما تحطيش عشان ما تبوظيش الرموش بتاعتك في التنظيف. ف اهم حاجه ان انت تكتري تكتري على قد ما تقدري في الرموش اللي تحت. وبس وكده اللوك يكون خلص. يا رب يكون عجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو. ما تنسيش تعملي تلات حاجات لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي علامة الجرس وتدوسي اول او الكل علشان اول ما نزل بقى فيديو انزل حاجة في المنتدى يجيلك على طول اني انا نزلت حاجة جديدة يعني وتبقوا معايا كده 24 ساعة. انا بحاول يعني انزل لكم شويه حاجات في المنتدى كده في الفترات اللي انا مش بعرف اصور فيها بسبب الموبايل علشان ما ابقاش مختفيه عنكم كده فتره. وطبعا لاحظت ان انا غيرت اسم القناه. بس يا رب يكون الاسم عجبكم لان لقيت ان في تشانل يعني مشابهه لنفس الاسم فقلت اغير يعني علشان لو حد يعني عمل سيرش او كده يبقى اسمي يبقى سهل ان هو يلاقيني يعني ما يتلخبطش بيني وبين اي حد تاني.